السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتورة سارة أحمد البهلول، مدرس بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي كلية هندسة جامعة المنصورة. هنكمل مع بعض المحاضرات اللي ابتديناها الخاصة بالكواليتي كنترول، وهنخصص كلامنا النهاردة ازاي ان احنا نعمل ميجرمنت للكواليتي. علشان اقدر اقيس الكواليتي او اقول ان البرودكت ده بهاي كواليتي، لازم ان انا اتعرف على مجموعة من الماثيماتيكال ريليشن شيب، بحيث انها تساعدني في ان انا من خلال القيمة اللي هتنتج اقول ان البرودكت ده بهاي كواليتي او لو كواليتي. ايه هي الحاجات اللي انا بستخدمها علشان اقول ان البرودكت ده بهاي كواليتي؟ لازم ان انا اعمل حاجة اسمها الاكيوريسي ميجرمنت او البريسيجن ميجرمنت. اول حاجة فيها الاكيوريسي ميجرمنت، اول حاجة اقدر ان انا استخدمها لقياس الاكيوريسي عندي هي المين. المين ده عبارة عن المتوسط او الافريج ببساطة خالص، يعني مجموع الobservation اللي عندي، القراءات اللي انا خدتها، مجموع القراءات دي مقسومة على عدد القراءات. طيب ايه هي القراءات؟ يعني نقرب مثلا الموضوع بالنسبة لنا كده. انا عندي مثلا انتكت مثلا سيخ حديد، انتكت مثلا خمسة، عددهم خمسة. المهم بالنسبة لي ان انا علشان اقول ان البرودكت ده بهاي كواليتي، ان الطول بتاع سيخ الحديد ده يبقى في رينج معين. تمام كده يا باشمهندسين؟ وبالتالي بمسك كل سيخ حديد وابتدي ان انا اقيس الطول بتاعه، واخد ادي القراءة الاولانية، فكده هتمثل لي ان دي اكس واحد، وبعدين امسك السيخ الحديد التاني اخد القراءة التانية، يبقى دي بتمثل لي اكس اتنين، وهكذا للتالت والرابع والخامس، وبعد كده اقوم اسمى على عددهم، يبقى كده خدت متوسط القراءات للاطوال اللي عندي. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب لو انا عندي بقى عدد كبير جدا من الستيل رودز دي، يعني انا عندي عدد كبير يعني وليكن 100، فساعتها انا هقسمهم لمجموعه من الحزم، بسميها ساعتها سامبل. تمام كده يا باشمهندسين؟ يعني بتبقى السامبل واحد فيها مثلا خمسه ستيل رود، السامبل اتنين فيها خمسه ستيل رود، السامبل تلاته فيها خمسه ستيل رود، وهكذا. تمام كده؟ بحيث ان انا في الاخر يبقى عندي 100 قسمتهم لمجموعة من السامبل، كل سامبل فيها عدد خمس ستيل رود. يبقى ساعتها ممكن ان انا ساعتها بقى اجيب المين للبروسيس كاملة، او بسميه الجراند مين، وبيبقى الرمز بتاعه اكس دبل بار. ساعتها بجيب المين بتاع السامبل الاولانية زائد المين بتاع السامبل التانية زائد المين بتاع السامبل التالتة، وهكذا لغاية اخر حزمة، واقسمهم على عدد الحزم. يبقى ناخد بالنا بقى من الرموز عندنا. يبقى المين للحزمة الواحدة او السامبل مين بيبقى الرمز بتاعه اكس بار، وبيبقى يا باشمهندسين مقسوم على السايز اوف سامبل او السامبل سايز اللي هي رمزها ان سمول، لكن الجراند مين بيبقى الرمز بتاعه اكس دبل بار، وبيبقى عبارة عن ايتش سامبل مين مقسوم على مجموع السامبل اللي هي عدد السامبل او السامبل نمبر اللي هي رمزها كي. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى دي اول طريقه انا ممكن استخدمها في الاكيوريسي ميجرمنت. في طريقتين كمان، الطريقه اللي منهم اسمها الميديان. الميديان زي ما هنشوف دلوقتي هي عباره عن ايه، تعتبر مش طريقه دقيقه زي المين، زي ما هنشوف دلوقتي. يعني ببساطة بيبقى عندي مثلا حزمة، الحزمة دي او سامبل موجود فيها عدد من القراءات 5 2 7 9 3. ببساطة بقوم مرتبة الارقام، برتب الارقام من الصغير للكبير، بحيث باخد الرقم اللي في النص، يبقى الرقم اللي في النص ده هو الميديان. فبالتالي يا باشمهندسين زي ما احنا شايفين كده انها ليها عيوب، ان ببساطة خالص لو انا عندي السامبل سايز بتاعتي العدد بتاعها يعتبر زوجي، فبالتالي الميديان بتاعي يا باشمهندسين لو انا السامبل عندي العدد زوجي هيبقى الرقمين اللي في النص، يعني هرتب الارقام هاخد الرقمين اللي في النص. يعني لو نفترض ان انا عندي 10 كمان، يعني في 9 10 في رقم قراءة 10، يبقى ساعتها الميديان عندي هيبقى 5 و7. فبالتالي كده دي مش دلالة انه ما ينفعش، مش سيوتابل مع السامبل اللي عددها زوجي، فبالتالي هي ليميتد على السامبل اللي هي عددها فردي، ان عدد القراءات فيها فردية.
تاني عيب عندي ان ما يعتبرش الرقم اللي في النص ده دلالة على المتوسط، انه يعني ما هو ممكن هنا يبقى الرينج في الاول مثلا الارقام تبقى متباعدة ما بينها القيم، يعني ابتدي مثلا 1 2 10 11 12 مثلا، 1 2 10 11 12، هل انا ساعتها العشرة دي هتمثل لي انها قيمة في النص؟ لا، ده انا عندي 1 و2 وبعدين 10 11 12 10، يعني لو احنا شفنا كده احنا من 1 ل 12، هل العشرة بتمثل لي قيمة في النص؟ لا طبعا. تمام كده، فده بالنسبة لي عيب الميديان بتاعي يا باشمهندسين. نيجي للطريقة الثالثة وهي الطريقة المود. المود دي يا باشمهندسين بتعتمد على اني ببساطه برسم فريكوانسي ديستريبيوشن كيرف، بحيث من خلاله بتبقى قيمه المود هي الميد بوينت. عند الميد بوينت بتاع الفريكوانسي او البيل شيب زي ما نشوف دلوقتي بتكون قيمه المود بتاعي. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى زي ما قلنا بنرسم علاقه من الفريكوانسي واي فاريبل تاني زي التايم او ايا كان، ومن خلال الكيرف اللي هيطلع اللي انا بسميه البيل شيب اقدر من خلاله عند البيك بتاع القمه بتاعت التب بتاع البيل شيب بتاعي القيمة اللي عندها دي هي اللي هتمثل لي المود بتاعي. تمام كده، طبعا احنا مش مطلوب مننا في الكورس هنا ان احنا نحسب او نرسم الفريكوانسي ديستريبيوشن كيرف، بس نقدر ان احنا نحسب يا باشمهندسين المود عن طريق العلاقه اللي قدامنا دي، المين ناقص المود هتساوي 3 المين ناقص الميديان لحزمه معينه. واكيد تبقى واثق ومتاكد ان الحزمه اللي هتجيلي لازم انها تكون العدد السايز بتاعها تكون اود نمبر، علشان خاطر الميديان لازم يبقى رقم واحد في عمليه الحسابات بتاعتي. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى ما ينفعش احسب المود بالايكويشن دي الا لو كانت السامبل سايز بتاع عدد فردي من الزوج. تمام كده، يبقى دول الثلاث طرق اللي بقيس بيهم الاكيورسي. نيجي بقى للبريسيجن او السبريد ميجرمنت، علشان برضه اقول ان البرودكت ده هاي كواليتي لازم ان انا اقيس البريسيجن اللي هو مدى التشتت. تمام كده يا باشمهندسين، يعني ايه ببساطه يا باشمهندسين؟ يعني انا ببساطه عندي ادي اهو مثلا وليكن ده الفريكوانسي ديستريبيوشن كيرف البيل شيب. تمام، المين اللي هي الرمز اللي هو الاكس بار اي اللي هو بيبقى ايه يا باشمهندسين في النص، ادي المين. مدى التشتت بقى يعني ايه؟ يعني ما انا اكيد مش هحصل بالظبط على الطول، لو احنا بنتكلم على طول الستيل رود مش هحصل بالظبط على الطول هو اللي هو هيبقى قيمة المتوسط دي، لا اكيد في رينج حوالين المتوسط ده، والرينج ابقى انا سامحة بيه اكسبتابل بالنسبة لي. تمام كده يا باشمهندسين، فالرينج ده اللي هو حوالين المتوسط ده بسميه ايه؟ مدى التشتت حوالين المتوسط. فده لازم اقيسه، ويبقى مش بس بقيس الاكيوريسي، لا لازم اقيس كمان الديفيجن بتاعي او البريسيجن او اللي بسميه بقى السبريد، علشان خاطر اقول ان البرودكت ده بهاي كواليتي بناء على الحاجتين اللي هقيسهم. طيب اكيوريسي وبريسيجن، نيجي للبريسيجن. في طريقتين مستخدمتين، اول طريقه عندي اللي هي الرينج، ان انا بالنسبه للحزمه الحزمة الواحدة ان انا بطلع الرمز بتاعي رمزها R، ان انا باخد بالنسبة لي هي الفرق ما بين اكبر واقل قراءة. يعني لو عندي مثلا يا باشمهندسين القراءات مثلا 2 و5 و6 و7، يبقى انا عندي اقل قراءة 2 واكبر قراءة 7، يبقى ساعتها الفرق ما بينهم اللي هي 7 ناقص 2 تطلع لي الرينج اللي هي رمزها R. طيب برضو اقدر ان انا احسب المين رينج، عشان لو سمعتوا المسمى ده بعد كده قدام، لو انا عايز اعمل المين رينج بيبقى ساعتها بدل مين يبقى احط بار فوق الار، يبقى ساعتها ده بقى للبروسيس او الجراند رينج اللي هو بيبقى ايه يا باشمهندسين الرينج للعينه الاولانيه زائد الرينج للعينه الثانيه زائد الثالثه وهكذا مقسومه على السامبل نمبر اللي هو الكي. طبعا يا باشمهندسين واضح من كلامي كده ان الرينج يعتبر برضو في يعني ما يعتبرش دقيق،
ان هو يحكم لي على البريسيجن، لان طبعا يا باشمهندسين انه ما يعني ما بيبقاش ما بيحطش في اعتباره اللي اقل واكبر قيمه، المينيمم والماكسيمم اوبزرفيشن بس، اكبر قيمه قراءه ملوش علاقه بالقراءات التانية خالص يا باشمهندسين اللي في النص المتواجدة في النص. ده غير يا باشمهندسين ان ممكن القراءات اللي موجودة في النص برضو تبقى مش متباينة حوالين المتوسط، مش عارفة اربطها بالمتوسط ده، تكون حواليها يعني بعيد وقريب، فمش عارفة ان انا اربطها، فبالتالي ده يبقى عيب بالنسبة للرينج، لطريقة الرينج وحساباتها. نيجي للطريقة التانية اللي تعتبر ادق بقى، بس بتبقى مجهود كبير جدا في الماثيماتيكال كالكوليشن بالنسبة لي، وهي الستاندرد ديفيجن. بس طبعا مع ظهور البروجرام اللي احنا هنتعرف عليها قريب جدا خلال المحاضرات الجاية، هيبقى الموضوع سهل جدا عن زمان لما كنا بنستخدم الكالكوليشن ومانيوالي. تمام كده يا باشمهندسين. ميزة الستاندرد ديفيجن انها takes all the data into account، انها بتحط في اعتبارها جميع القراءات اللي عندي في الحسمة الواحدة، وبتقيس مدى الديفيجن او البعد عن المتوسط. تمام كده. القانون بتاعها او رمزها سيجما، اللي هي القانون بتاعها الجذر المجموع للاكس اللي هي الاوبزرفيشن للعينة الواحدة، واطرح منها المين اللي هو الاكس اللي عندي اللي هي المتوسط، اس 2 المجموع للحاجات دي زي ما هنشوف دلوقتي، على الان اللي هي بتمثل لي السامبل سايز. تعالوا بقى مع بعض نشوف اكزامبل كده يا باشمهندسين، بحيث ان احنا نطبق فيه ونقول الموضوع دوت، نقيس الاكيورسي ونقيس البريسيجن للعينات اللي عندي. موجود عندي هنا 100 ستير رود، اللينس بتاعها قسمه يعني قاس لل 100 ستير رود دول الاطوال بتاعتهم، وقسمهم على 25 سامبل، وكل سامبل 4، يعني قال لك ان هنا دول 25 يبقى الكيس مول ب 25 والسايز 4، ان كل حزمه موجود فيها 4 قراءات يا باشمهندسين. طبعا عايز يحسب السامبل مين لكل عينة. تمام كده. فمعنى كده ان انا هنا زي ما باين قدامي يا باشمهندسين، ان انا للعينة واحد مثلا انا هبتدي ان انا احسب ليها المين، يبقى هيطلع ازاي؟ ان انا هاخد متوسط القراءات للعينة دي، يعني 144 زائد 146 زائد 154 زائد 146، واقسم على السايز بتاعها اللي هو الاربعة، واطلع قيمة المين. طب لو عايز احسب الرينج للعينة رقم واحد اللي هي هدور على الماكسيمم نمبر اللي هي 154، وادور على المينيمم نمبر اللي هي 144 للحزمه الواحده، واطرحهم من بعض هطلع القيمه بتاعتي 10. يبقى لو عملت ده كله لكل سامبل، يبقى انا جبت السامبل مين وجبت السامبل رينج. طب لو هو طلب بقى الجراند مين مثلا، هيبقى ساعتها الجراند مين هيبقى ايه؟ ان انا هاخد المتوسط بتاع السامبل مين ده كله لكل سامبل، يعني 157.5 زائد 147، يعني 147.5 زائد 147 زائد 144.75 وهكذا، هجمع دول كلهم واقسمهم على كام؟ على 25. طب لو هو عايز المين رينج اللي هي الار بار، يبقى ساعتها هجمع الار اللي عندي اللي كلها لكل سامبل، يعني 10 زائد 19 زائد 13 زائد 8، واقسمهم على 25. طيب لو هو عايز بقى يحسب الستاندرد ديفيجن للعينه الاولانيه، طبعا هنشوف دلوقتي وهنعرف ان علشان احسبها بحتاج وقت شويه، وانا بحسبها بالذات مانيوالي. فبالتالي لما بطلب مثلا انه عايز الستاندرد ديفيجن بتاعي ده، بطلبه على عينه واحده او عينتين بالكتير، ما ينفعش ان انا اقول انا عايز الستاندرد ديفيجن لكل العينات، لانها هتبقى مرهقه جدا. تعالوا مع بعض كده نحسبها. وليكن العينة الأولانية، أول حاجة بقوم بدل ما العينة بتبقى الأرقام الأسهل يعني بالنسبة لي في الحسابات علشان ما أخدش وقت، بدل ما العينة أفقية بالشكل ده أنا أخليها رأسية، يعني 144 146 154 146. تمام كده يا باشمهندسين. بحط الأطوال اللي عندي بطريقة رأسية وأحسب لهم المتوسط، تمام، اللي أنا أوريدي حسبته اللي هي الإكس بار. تمام كده يا باشمهندسين. طيب عايز اجيب الديفيجن، الديفيجن يعني معناه مدى انحراف قيمة كل عينة عن المتوسط.
تمام كده، مش ده هو معنى الستاندرد ديفيشن. فهنا يبقى هعمل ايه؟ هطرح رقم القراءه بتاعت العينه، هطرح منه المتوسط، يعني 144 ناقص 147 ونص اهو، واطلع القيم بالنسبه لي بالشكل ده كده يا باشمهندسين. علشان طلب يطلع عندي نتيجه سالب وموجب، يبقى ساعتها هربع اهو انا، بس هو نفس القانون بس ماشيين خطوه خطوه عشان ما نعملوش مره واحده ونتلخبط. فساعتها هربع اهو بالشكل ده كده يا باشمهندسين، هربع يبقى هيطلع لي عشان اخلص من السالب بتاعي. بعد ما اربع في القانون كنت بعمل ايه؟ سبميشن، يعني انا عايز الايه سبميشن الاكس ناقص الاكس بار كل تربيع، يبقى هجمع اللي انا جبته ده كله، طلعت 59 يا باشمهندسين، واقوم اسمى على السامبل سايز اللي هي عندي باربعة. تمام كده. لو انا ما خدتش الجذر ساعتها بطلع حاجة اسمها الفارينس، لو انا ما خدتش قيمة الجذر للقيمة اللي طلعت لي دي بعد ما اقسم، ساعتها بيبقى مسمى ليها فارينس. بعد كده لو انا قمت جاي واخد الجذر للقيمة بتاعتي، يبقى ساعتها دي هي الستاندرد ديفيجن. نيجي بعد كده حاجة اسمها estimated standard deviation. ال standard deviation العادي بس الرمز بتاعه S، هيبقى الـ نفس القانون، بس عندي بدل ما بقسم على sample size كامل، بقسم على sample size ناقص واحد يا باشمهندسين، وبطلع القيمة بتاعتي. بقى ناخد بالنا انه ممكن ان هو يطلب الـ standard deviation العادي اللي هي رمزها سيجما، وممكن ان هو يطلب الـ estimated standard deviation واللي هي رمزها اس. لو ناخد بالنا كده ان طبعا نتيجه للفرق، طبعا هي باينه من القانون، ان الاستيميتد ستاندرد ديفيجن دايما بتلاقي القيمه بتاعتها اكبر من الستاندرد ديفيجن اللي عندي يا باشمهندسين. بكده نكون وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده، اتمنى انها تكون مفيده ليكم كلكم، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.